هنتكلم في الفيديو ده على حاجة اسمها أصناف مجمعة. يعني ايه أصناف مجمعة؟ يعني زي بنقول كده ايه سلة أصناف، إن أنا هبيع مجموعة أصناف مرة واحدة. مثلا بقول إن الصنف هجيب من الصنف الفلاني قطعة، ومن الصنف الفلاني قطعتين، ومن الصنف الفلاني 3 قطع، هجمعهم كلهم مع بعض في باكت واحد مثلا، وهبيعهم كلهم على بعض بسعر محدد. إذن ده اسمه أصناف مجمعة. والأصناف المجمعة دي لها طريقتين، طريقة في إنشاء الصنف وطريقة تانية لها وجه خاص. خلينا نتكلم على الأساسية اللي هي في إنشاء الصنف. طيب تعال في إنشاء الصنف هنا كده، خلينا محتاجين مجموعة أصناف، فخلينا ننشئ مجموعة أصناف. صنف تجريبي 2، صنف تجريبي 3، صنف تجريبي 4 مثلا. خلينا بقى نقف على الصنف الأولاني ده وهنتك زر بونص. طيب احنا اتكلمنا قبل كده عن البونص الناحية التانية ده اللي هو على اليسار، اتكلمنا ده بونص الشرايح. احنا هنتكلم المرة دي على البونص اللي على اليمين اللي هو الأصناف المجمعة. إذا محتاج أفتح بدون بونص دي، وخلي إن احنا هنستخدم هنا الصنف ده اللي هو الصنف التجريبي ده، هنستخدمه إيه؟ بونص أصناف مجمعة. وليكن نقول إن أنا الصنف ده هبيع الواحدة ب 500، طيب وهبيع معاها إيه؟ مجموعة أصناف أخرى. هبيع معاها الصنف ده، وهبيع معاها الصنف ده، وهبيع معاها الصنف ده. هبيع من دي كام قطع، ومن دي كام قطع، ومن دي كام قطعتين. طيب هبيع، هل هحط لهم اسعار؟ ممكن اقول والله هبيع دي ب 200، ودي هديها كده ومش وهحسبها له ببلاش بدون سعر. ليه؟ ما انا عامل حسابي في السعر ال 500 ده، عامل حسابي تكلفه هذه الاصناف، وحاطط لنفسي الربح المناسب. طيب خلينا نقول حفص، خليك فاكر بقى ايه واحده وواحده او اتنين، والسعر للصنف الاولاني ده 200، والصنف الاساسي بتاعي ب 500. انتك حفص. طيب ايه، انا الاصناف دي ما عنديش منها، فهضطر اشتري. هشتري من الصنف ده، هو انا هشتري 100 ب 100، ويبقى بيعه ب 120، والصنف التاني، سوري الصنف التاني انا اقصد الصنف التاني ده، هشتري 50 ب 130، ويبقى بيعه ب 140. خليك فاكر اسعار البيع المكتوبه دي، لان الاسعار البديله لن تؤثر في حاله وجود البونص. طيب خلينا نكمل، نقول مثلا هشتري من دي 50 ب 50، وببيعه ب 55، وهشتري من الصنف الرابع ده 30 ب 15، وببيعه ب 18. نحفظ كده، بعت الأصناف دي موجودة عندي في المخزن. طيب نروح بقى نعمل فاتورة بيع. احنا على فكرة لما هعمل البونص كده مش هيأثر، عشان انا مش معلم عليه في الصلاحيات. طب خلينا نجرب وبعد كده ايه نشوف. بص هختار الصنف اهو كده، الصنف عليه بونص وب 500، خلينا اقول واحد كده، ما اضافليش حاجة، اضافلي واحد بس. تمام، يعني ما اضافش البونص. طيب خلينا بقى، محتاجين نعلم عليه في الصلاحيات، اعداد وصلاحيات، وخد بقى الكلام ده ايه بيبقى للمستخدم، يعني في المستخدم هيبقى مسموح له، مستخدم تاني ما بينزلوش البونص تلقائي. هنروح لفواتير البيع وهنقول له هنا حاجه اسمها ايه، مراجعه بونص الصنف. يلا حبس. نرجع كده بقى لفاتوره البيع. مش عايز اضيف فاتوره ولا حاجه. تعال اتك زر تعديل، تعال نقف على الكود ونمسح. طيب تعال نرجع بقى نضيف الصنف من تاني. هضيف من الصنف ده، هضيف الكميه 1 ب
سعر كام؟ 500. خد بالك السعر ده سعر البونص، سعره في العرض، يعني لو انا اتكيت شيفت وزائد كده هتلاقي على الاسعار. الصنف ده سعره مستهلكه عليا بيستهلكه 120 مش 500، ولكنه في العرض اللي انا عامله اللي هو العرض البونص ده معمول ان السعر بكام؟ ب 500. طيب اضاف لي معاه تلقائي مجموعه اصناف، اضاف للصنف التجريبي 2 ده، اضاف لي الكميه 1 وادي لها سعر 200، اضاف لي الصنف 3 الكميه 1 والسعر 0، اضاف لي قطعتين والسعر 0. اذا اضاف لي البونص كله تلقائي معايا. طب تعالى نعمل كده، بيقول والله انا هدي هاخد 2، 2 هيعمل لي اضعاف الكميه. شوف 2 عمل لي ايه من الصنف ده؟ 2، ومن الصنف ده 2، ومن الصنف ده عمل لي 4. ليه؟ ضعف الكميه. ليه؟ لان انا بعت من الصنف التجريبي قطعتين. طب لو انا بعت صنف تاني زي ده، ده هيتباع عادي خالص بالسعر العادي خالص، هو سعره 55 اهو سعر البيع بتاعه. اذا ده كده بره البونص، انا البونص مش على الصنف ده، البونص على الصنف الاولاني اللي هو الصنف التجريبي وده اللي عليه بونص، لكن الصنف ده ما عليهوش بونص. هو داخل ضمن الاصناف بتاعت بونص الصنف التجريبي، لكن هو نفسه ما هوش كصنف له بونص يتعمل عليه بونص يعني. تمام. يبقى دي الاصناف المجمعه. في طريقه تانية من هنا كده، هنا اسمها اصناف مجمعه، ماشي؟ بس ده موضوع تاني هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا.